بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة وأزكى السلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. برحيل الوداع تطوى من سجل الوطن صفحة مضيئة، سيكتب لها الخلود الطويل بما تركه من إرث وتأثير ومؤسسات ونهج. فالرجل لم يشغل حيزا عاديا في فضائه الاجتماعي والديني والسياسي، بل ارتبط اسمه برعاية الحالة الدينية في البلاد، ومارس أدوارا اجتماعية ولم ينشغل بالتصدي للشأن السياسي، لكن موقعه الديني الكبير ومواقفه الشرعية أعطت للواقع السياسي كما غيره نبضا وإدراكا وحركة. نستقبل الآن سماحة السيد محمد الغريفي وكلمة. حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا أبا ورمزا من رموز هذا الوطن، عالما من أعلام هذا الوطن، له تاريخ كبير في العطاء والبذل والوعي. الراحل تاريخ كبير من تاريخ هذا الوطن، الراحل يحمل شهادة على أصالة هذا الوطن في بعدها الإيماني وفي بعدها الفكري وفي بعدها السياسي والتقوائي في هذا الوطن. أيها الأحبة، اعتدنا دائما أن نقف عند تاريخ الشخصيات والرموز بعد رحيلها، وهذا أمر لربما يكون فيه شيئا من التقصير والتهاون في الاحتفاء بهذه الشخصيات.
ما يفترض أن يكون أن نحتفي بهذه الشخصية في أيام حياتها معنا لكي نقف عند كل أبعادها، لأنه تاريخ وتوثيق كبير لهذه الأصالة ولهذا الوطن. فينبغي منا أيها الأحبة أن نعيش كل مفردة من مفردات هذه الشخصية في كل أبعادها العلمية، السلوكية، الفكرية، السياسية، في كل المسارات، حتى ننصف هذه الشخصية ونعطيها الموقع الذي تستحقه في هذا الوطن. فأكبر وفاء لهذه الشخصية جسدته الجماهير في حضورها المهيب في تشييعه وفي يوم وداعه. عرفانا من هذا الشعب وعمق الارتباط الوثيق الذي كان يمثله مع أبناء هذا الشعب، جاء يوم الوفاء له في المسيرة الحاشدة في تشييعه في ذلك اليوم. أيها الأحبة، نأخذ بعدا من أبعاده العبادية ونقف عنده، ونأخذ بعدا من أبعاده العلمية ونقف عنده لكي ننصف هذه الشخصية، ونأخذ بعدا من أبعاده الاجتماعية الواضحة ونقف عنده، لأن هذه هي المكونات التي صنعت هذا الرجل العظيم: التقوى والتواضع والزهد والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو من جعل لهذه الموقعية ولهذه الشخصية أن تحتل هذه الرتبة: من كان مع الله كان الله معه، في كل حركاته هو مع الله سبحانه وتعالى. هيبة، وقار، نور، إذا جلست معه تستمد منه كل الأبعاد الروحية. لذلك هذه مفردات أيها الأحبة لا ينبغي منا أن نتخطاها، ولا يمكن أن نؤطر العلامة الوداعي في بعد من الأبعاد ونترك باقي الأبعاد. وفي كل المسارات، في كل منطقة له بصمات، في كل بيت له بصمات، في كل مناسبة له بصماته الواضحة، في أفراحنا، في أتراحنا، في أحزاننا، الوداعي له حضوره الواضح إلى آخر فترة وهو في مرضه، لا يترك أن يوصل، أن يصل إلى موقع، وإن كان على مستوى أن يكون هو جالس في السيارة، فكان يرى ذلك من الواجبات التي ينبغي عليه أن يسعى فيها، وذلك ملحوظ. لا يمكن أن نغفل تاريخ كبير من تضميد جراحات هذا الشعب من خلال حضور مراسم تشييع الشهداء وكان يتقدمها في صلاة الجنازة،
ولربما كان الوضع مطوقا لكل المنطقة، إلا أنه تراه يحرص على أن يكون له الحضور والأسبقية في ذلك. ولذلك عندما يأتي بهذه الهالة الإيمانية النورانية ويقف ويرتل بصوته الشجي، يعطينا بعدا معنويا، ويعطينا ثباتا وإصرارا أن نستمد منه هذه الأبعاد من هذه الشخصية. أيها الأحبة، لربما الكل سيتناول بعدا من أبعاد شخصية هذا العالم الجليل. ما أود أن أقف عنده هنا هو الوداعي يحمل رؤية بصيرة واعية شرعية لمستقبل مؤسساتنا الدينية، فهو الحريص كل الحرص أن تكون هذه المؤسسات الدينية من مسجد، من مأتم، من حوزة، من أي موقع ديني، أن يكون مستقلا وبعيدا كل البعد عن الهيمنة الرسمية. صدر في التسعينات مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فما كان منه هو وزميل دربه السيد العلامة السيد علوي الغريفي أن يتصدون لهذا المشروع الخطير الذي يصادر هويتنا الدينية ويصادر استقلالية مؤسساتنا الدينية، حتى استطاع من تجميد هذا المشروع من أن يطال المؤسسة الدينية. وهذا ما تمتاز به هذه الطائفة الشيعية، أن تكون هذه المؤسسات مستقلة غير خاضعة إلى جهات رسمية، لا تملي عليها الشروط ولا تخضع لإجراءاتها القانونية في أبعادها ما هو في شأن هذه المؤسسات. فهنا بعد لا بد أن نقف عنده، كيف استطاع العلامة الوداعي طوال هذه الفترة الزمنية من أن يبعد كل المؤسسات الدينية عن الهيمنة الرسمية؟ وهذا ما ينبغي أن نسير عليه، أن نتمسك باستقلالية هذه المؤسسات، وهذا ما أكد عليه الآباء العلماء. وهنا كذلك في كل مواقف هذا البلد وما عصف به من ويلات ومن آهات، كان هو ومجموعة العلماء لهم مواقفهم الواضحة في تجنيب البلد وفي تجنيب الوطن أي تصدعات وأي فتنة طائفية تأخذ في هذا المسار. فلو فتشنا في كل المواقف العلمائية وفي كل البيانات والأدبيات العلمائية، سنجد أن الراحل الكبير العلامة الوداعي يتصدر أسماء العلماء في كل المواقف. فهكذا أيها الأحبة، علينا أن ننصف الرجل ونبحث في كل المفاصل وفي كل الأبعاد لكي نعطيه الموقع
ولكي يخلد في واقعنا، لأننا نحتاج في كل فترة أن نستذكر هذه الشخصيات لنستمد منها ومن وعيها ومن تاريخها كل ما يثبت أصالة هذا الوطن وهذا الشعب. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. نستقبل الآن رئيس هيئة التحكيم بجمعية الوفاق سماحة الشيخ جاسم الخياط، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعزي بهذا المصاب الجلل صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية أمتنا الإسلامية، ونعزي أهل الفقيد وذويه، ونعزيكم جميعا أيها الإخوة الكرام بفقدنا سماحة العلامة الكبير والجليل السيد جواد الوداعي رحمة الله تعالى عليه. روي عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا: إذا مات العالم ثلم في الدين ثلمة لا يسدها شيء. وروي عن إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وبلا إشكال ليست هذه الرواية فيها توهين وتهوين من شأن العابد، ولكن مع عظم شأن العابد إلا أن العالم يفوقه بهذا البون الشاسع والفضل الكبير. والعلامة الجليل كان يحوز الخصلتين، كان عالما وعابدا. ولكني أردت من هذه الرواية أو افتتاح حديثي بهذه الرواية، كل من يعرف سماحة السيد رضوان الله تعالى عليه كان يتيقن بأنه كان عالما بقدر ما أمكنه وما سنحت له الفرصة، سخر إمكانياته في إفادة المجتمع وفي نفع الأمة وفي نفع كل من استطاع أن يوصل له نفعا على مختلف المستويات، على المستوى الرعاية والكفالة لكل المجتمع بقدر إمكانياته وبقدر ما يمكن أن يرعى ويبسط يده، وأيضا على مستوى الوعي والوعظ والإرشاد، حيث كان مع الرعاية والكفالة، لأن الرعاية مو لابد أن تكون رعاية مادية، رعاية لها مصادق متعددة
السيد رحمة الله تعالى عليه كان يحرص بقدر إمكانه أن يرعى مجتمعه بمختلف أنواع الرعاية، ومنها الوعظ والإرشاد. فما كان يألو جهدا ويظن على مجتمعه بأن يحتفظ بجهد لنفسه دون أن ماذا يوصل وعظا أو إرشادا أو إقامة اعوجاج أو الحديث لرفع شبهة تعرض على المجتمع. وكان حقا بالقول والفعل مصداقا للعالم العامل بعلمه، وقدوة صالحة. يعني بعض الأحيان ممكن يكون عالم يعطي إرشاد ويعطي وعظ ويعطي كذا، لكن سلوكه على خلاف ماذا؟ على خلاف منطقه. السيد كان لا، كان أنموذجا، يعني كان من حيث السلوك ومن حيث الكلمة، حيث الكلمة كان واعظا مرشدا، ومن حيث السلوك كان نموذجا للإنسان الصالح، نموذجا للمؤمن الصالح، للعالم التقي، للعالم الورع، للعالم الزاهد في الدنيا. اللي يعرف السيد يعرف مكانته عند مختلف الطبقات، الأغنياء والفقراء والعلماء ومختلف الطبقات، مع ذلك ماذا؟ ما مد يده للدنيا أبدا، وكان مصداقا إلى الاستقامة. أنا ليس كل هذا حديثي، هذا مجرد مقدمة. في نقطة الوعي والعمل، السيد رحمة الله تعالى عليه من منطلق مسؤوليته في المجتمع وفي الفترة التي فيها في البحرين، رجع فيها بعد دراسته إلى البحرين، كانت فترة خلو الساحة من عدد كافي من طلاب العلوم الدينية لسد حاجة المجتمع، فلهذا عمد لتأسيس حوزة علمية. احنا نشوف هذا الآن، الكم من المشايخ، الكم من طلبة العلوم الدينية، ومنهم الآن فضلاء، ومنهم الآن فضلاء. هذا بفضل ماذا؟ هاي الرموز الثلاثة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وأيضا ماذا؟ وأيضا معونة آخرين من علمائنا، سماحة السيد الغريفي، العلامة الغريفي، السيد علوي رحمة الله تعالى عليه، والعلامة المجاهد السيد الشيخ الجمري، وسماحة السيد الوداعي. هاي الحوزات الثلاث أوجدت لنا هذه الكوكبة المؤمنة من العلماء، من الفضلاء، أوجدت حالة تشجيع على دخول هذا المجال. يعني هذا المجال كان القليل الذي يتوجه له. هذا يمكن الإخوة الأعزاء اللي أكبر مني شوية، يمكن لا يكاد 10 قرى يمكن فيها جماعة واحدة، صلاة جماعة واحدة. 10 قرى فيها صلاة جماعة واحدة، شقد يفتقر الناس إلى الوعظ والإرشاد، شقد يكون الناس بعيدين عن دينهم، بأي مقدار يكونون فريسة إلى الأفكار الضالة التي تحرفهم عن الدين. فلهذا نجد ماذا؟ المدارس المنحرفة التي تنفر الناس عن الدين أخذت ما أخذها في الستينيات والسبعينيات، وأخذت جملة من شبابنا، لأن الساحة كانت خالية من علماء الدين الذين يكونون بعدد كافي يسدون ماذا؟ يسدون هذه الثغرات ويدفعون الشبه. هذا التفاتة من السيد، من هؤلاء العلماء، السيد الغريفي والسيد الوداعي والشيخ الجمري. وهذه الحصيلة اليوم، حصيلة
جهدهم لما فتحوا هذه الحوزات تشجع من مثلي وغيري من طلبة العلوم الدينية للانخراط في هذه الحوزات وسلوك هذا الطريق المهم في المجتمع. مجتمع يخلو من رجل دين، من عالم في الدين، هذا يكون فريسة إلى الأفكار الضالة، هذا تنخره السلوكيات المنحرفة. لكن هذه النهضة، هذه الصحوة اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى نجد أكثر مناطقنا وقرانا فيهم 3 و4 جماعات، وبعض المناطق 5 و6 ماذا جماعات، وكلها ماذا فيها أئمة جماعة يعظون ويرشدون ويتحدثون ويتكلمون، وفي كوكبة من المؤمنين يحضرون هذه المساجد، صارت في صحوة، في حالة ماذا، في حالة إسلامية كبيرة منتشرة بفضل وجود هذا ماذا، هذه الصروح العلمية. وليست هذه طبعا وليدة، يعني واحد يجي يقول مثلا هاي حوزة جديدة وإلها، ده مو وليدة اليوم وبكرة أو وإنما هذه الحوزات العلمية نظرا لظروف معينة صار في فجوة. قط أنا يعني تقريبا وصلت الفكرة اللي أريدها، لكن سأضيف هذه النقطة. كانت البحرين تصدر العلماء من قضاة، من مفتين، من مفسرين، اللي يرجع لتراجم علماء أهل البحرين يشوف حتى إذا ذهبوا إلى ماذا، إلى حواضر علمية مثل ماذا، مثل إيران ومثل المحمرة ومثل البصرة ومثل العراق، ومثل يكونون قضاة، أئمة جماعة. أنا شنو قاضي؟ يعني مجتهد، خلونا قاضي. ليش عندهم طلبة علوم دين، ليش خلونا قاضي؟ لأنه مجتهد، هذا مو خريج تلك الحوزات، هذا خريج الحوزة شنو؟ الحوزة البحرانية. بل في فترة من الفترات كان هناك اكتفاء ذاتي في الشأن الديني، خصوصا تلك الفترة اللي ما موجود هذه الوسائل اللي بالسهولة شنو تصل إلى المعلومة. يعني مثل الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليه، هذا مو صناعة حوزات خارج البحرين، هذا صناعة حوزة البحرين محضا، ده مو صناعة حوزة من الخارج درس برا وكذا وجاء شنو، لا، هذا خريج حوزة البحرين محضا. واليوم لا تخلو ماذا، مكتبة فقيه من فقهائنا وعلم من أعلامنا إلا فيه الحدائق النادرة. لظرف سياسي ولظرف أمني شنو انقطعت هذه الحوزات وشرد العلماء. فلهذا علماؤنا الأجلاء، ومنهم هذا العلامة الكبير، هذا العلامة الجليل الذي بالفعل كان واعيا لما يدور حوله وللعصر الذي يعيشه وللأولويات التي ينبغي أن يتحرك فيها، فرسعى لأن ماذا يؤسس هذا الصرح وهذه المؤسسة التي بحمد الله سبحانه وتعالى خرجت جملة من الفضلاء وما زال يتخرج منها الفضلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان، وأن يحشره الله سبحانه وتعالى مع أجداده المنتجبين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت المنادي يحشرج صوتا، وقد مزق الروح ندب ارتياعي. رحلت أبا علوي فأشجى رحيلك آمالنا بالتياعي. محبوك في زفرات الفراق يتاماك في لسعات الضياع.
أيا سيدا ساد لطف أيا سيدا ساد لطف سناه قلوبا تلظت بيوم الوداع فمن للثكالى ومن للأيام ومن للأرامل من للجياع. نبقى الآن مع الشعر والأستاذ الشاعر مجتبى التتان، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أصحاب السماحة والفضيلة العلماء، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على مفخرة البحرين وبركتها السيد جواد الوداعي، وعلى العلماء والشهداء والصالحين والأنقياء في مشارق الأرض ومغاربها، يوم ولدوا ويوم رحلوا ويوم يبعثون أحياء. ألا يا أيها العلم الوقور، ألا يا أيها العلم الوقور، فداك الروح والدم والضمير. ستبقى في قلوب الناس رمزا أصيلا نهجه الفكر المنير. تجاوزت الزمان إمام حق فلم تسبق مسيرتك العصور. تجاوزت الزمان إمام حق فلم تسبق مسيرتك العصور. وسرت على صراط مستقيم بثاقب نظرة فيها الكثير. بنظرتك التفاؤل ظل يحكي فأنت به المحدث والخبير. تحث على المحبة والتآخي وتوجد حيثما مدت جسور. تحث على المحبة والتآخي وتوجد حيثما مدت جسور. وتدعو للتسامح كل فرد فنبذ العنف مبدأك الشهير. وتدعو للتسامح كل فرد فنبذ العنف مبدأك الشهير. جواد الفضل يا قلبا كبيرا به يغنى ويبتهج الفقير. جواد الفضل يا قلبا كبيرا به يغنى ويبتهج الفقير. وجدتك حول شعبك خير درع يقيه متى تكالبت الشرور. وجدتك حول شعبك خير درع يقيه متى تكالبت الشرور. وخير معلم بالله دوما من الفتن الفظيعة يستجير. هي الدنيا وأنت بها كعيسى، هي الدنيا وأنت بها كعيسى، شفاء إن بدا سقم عسير. على الأوجاع مرر كف عطف لتنجبر الخواطر والكسور. أبا الأيتام بين يديك خذنا فهذا الدهر بعدك كم يجور. إذا ضاق الفضاء فأنت كون تشع به الكواكب والبدور. إذا ضاق الفضاء فأنت كون تشع به الكواكب والبدور. لأجلك ما ادخرنا دمع عين فدمع العين يذرفه الشعور. لأجلك ما ادخرنا دمع عين فدمع العين
يدرفه الشعور وأشرف ما تجود به المعاقي على المحبوب مدمعها الغزير. أبا الأطهار جئتك لا تلمني محبا خلفه جمع غفير، أمام الجمع جدك كان يمشي وحسبك أن يجيء لك الأمير. أبا الأطهار جئتك لا تلمني محبا خلفه جمع غفير، أمام الجمع جدك كان يمشي وحسبك أن يجيء لك الأمير. تشيعك الحشود إلى سماء بها فتحت لمقدمك القصور، تشيعك الحشود إلى سماء بها فتحت لمقدمك القصور. من البيت الصغير صعدت طيرا جناحاه السعادة والسرور، من البيت الصغير صعدت طيرا جناحاه السعادة والسرور، إلى البيت الكبير فأنت روح تحن لها النسائم والزهور. أبا الأطهار والأعمار تمضي وبالأقدار دنيانا تدور، تحس بك الضمائر مثل حلم وليت الحلم يرجع أو يصير. عليك عمامة سوداء ضمت بياضا أيها الرجل البصير، كأننا في الغياب نمر موتا ووحدك أنت يعرفك الحضور، كأننا في الغياب نمر موتا ووحدك أنت يعرفك الحضور. ويحملنا إليك بصيص ضوء وأشرعة تحركها السطور، تحملنا لأجلك كل عصف فأنت الوالد الورع الصبور. إذا أوصيت كنا طوع أمر وبين يديك نفخر إذ نسير، خيالك حاضر في كل ذات وللظمآن ذكراك الغدير. ربيع هواك في الأعماق ينمو وورد غصونه غض نضير، نحبك لا لشيء غير أن الفؤاد بحب من يهوى جدير، نحبك لا لشيء غير أن الفؤاد بحب من يهوى جدير. فشكرا للذي أحياك قلبا يعز له المشابه والنظير. على باب النبيين انتظرنا غدا إن خاننا العمر القصير، فنحن بما يشاء الله نرضى ولله العواقب والأمور. ختاما، بحر من الحب أم بحر من القيم يحويه قلب الجواد الطاهر العلمي؟ يا موت ليس يموت العشق في وطن يصدر العلم والأخلاق للأمم، فأعظم الناس من يجلو بنظرته عن كل قلب ظلام اليأس والألم. ما غيب الموت نور الهاشمي ولم يطفئ نجوما بنا تحيا من القدم، لنا الوداعي رمز طاهر وأب من أول الغيث حتى آخر الكرم، روح تعلمنا معنى الحياة لذا تظل تستنهض الغافي من الهمم، وتحمد الله حمدا دائما أبدا على المصائب والسراء والنعم، على المصائب والسراء والنعم، والحمد لله رب العالمين.
فهم تفصيله جد في طلب علم بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة السيد جواد الوداعي عرف طريق النجاة وطلب فهم تفصيله جد في طلب علم الدين الحق ليربح حياته مدركا أن علم الدين نجاة لمن وفق له، إنما هو إذا عمل به ووفى بشرطه لا من اتخذه وسيلة لدنياه، وإلا كان حجة عليه وأدخله مدخل الضالين وانقلب منقلبهم. رزق من علم الدين ما يسره الله له، وكان ذلك دليلا له في حياته وهذه إلى الغاية القصوى من الحياة الدنيا، رضا الله تبارك وتعالى وحياة السعداء في الآخرة، المنحة الكريمة منه سبحانه للصالحين من عباده. له سيرة مشهونة بالشواهد على وعيه وإيمانه وتقواه والجد في طلب رضوان الله، فنعم الحياة حياته ونعم المنقلب منقلبه إن شاء الله. رحمه الله وتجاوز عنه وأجزل ثوابه وأكرم ثوابه، إنه الولي الحميد الغفور الرحيم الجواد الكريم. نبقى الآن مع رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حينما يقف الإنسان أمام صرح من صروح العلم والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقف حائرا بماذا يبدأ وبماذا ينتهي. وأنا أكتب بعض كلمات لأؤبن هذه الشخصية الاستثنائية العملاقة، لاح لي عنوان وهو شاهد على العصر. حينما نتحدث عن عمر مديد يتجاوز 9 عقود من العمل الحافل والمضني والعطاء العلمي والروحي والتربوي والاجتماعي والسياسي، هو عطاء لا يعرف الكلل
ولا الملل ولا التراجع، بل هو عطاء لكل المراحل. وهنا التحدي، أن تعطي في كل مراحل عمرك. البعض منا قد يعطي في مرحلة تاريخية ويتوقف أو يتعب أو يتراجع، والعياذ بالله قد ينحرف، ولكن أن تعطي في كل عمرك ما استطعت إلى ذلك سبيلا هو في الحقيقة عطاء قرن من الزمان، كما كان السيد الوداعي. وهنا نكتة روحية وتربوية مهمة جدا. نحن الذين نتقدم الركب في الموقع السياسي أو في الموقع الاجتماعي أو في الموقع العلمي والفكري والعمل الإنساني والدعوي، أن نتعلم من هذا العمر المديد الشريف أن نعطي في كل المراحل بدون تراجع. ثانيا، منذ أن خلقنا في هذا البلد الكريم ونحن نستظل بروحه المحلقة في عالم الملكوت، في عالم الطهر والقداسة والنقاء والصفاء، حيث لا تجد، أنا أتحدث عن مشاهدة وعمر عشته مع هذه الشخصية الكبيرة. تذكرنا في المرويات الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لم يكن لأحد فيك مهمز ومغمز. هي يروونها في زيارة استشهاد أمير المؤمنين. شخصية السيد، سماحة السيد قدس سره الشريف، هو من هذا السياق. لا تجد فردا، فئة، تيارا، مجتمعا يشير إليه في التشكيك، خصوصا في نزاهته. قد يقرأ البعض موقفه السياسي في حقبة من الزمن وهو لم يكن يتقدم الركب في المسار السياسي وداعما كبيرا وكما سيأتي، ولكن في كل المسارات تجد الناس تعظم هذا العالم الرباني الكبير. ولا تجد إلا الانحناء والاحترام والتقدير والتقديس لحياته. فهو في الحقيقة شخصية استثنائية من الناحية الروحية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الأبوية. النقطة الثالثة، كما أشار سماحة السيد محمد الغريفي قبل قليل، حرصه الشديد والملح على التواصل مع الناس في كل المناسبات برغم الظروف الصحية الصعبة التي لازمته في آخر سنين حياته، والكل يشهد في أفراح الناس، في أحزانهم، بل في المسيرات والتظاهرات والتجمعات الجماهيرية الكبرى في حراك
14 فبراير ولم ينقطع عن أغلب وأهم المسيرات التي كانت تمثل انعطافة في التاريخ السياسي في البحرين، وهو على كرسي متحرك. كم هذه المواقف، كم ترفع من عزيمتنا، شبابنا، نساؤنا، ولا تبقى ذريعة أو حجة لأحد أن يتذرع بالمرض أو بالتعب أو بالظروف الخاصة. السيد حينما عبرت في بداية الكلمة شاهد عصر وحجة علينا. رابعا، روحه الأبوية لكل الخطوط والتيارات والاتجاهات الإسلامية، حيث أن كل من هذه الجهات تدعي الانتماء والانتساب لأبوته الروحية. هذا ما شهدناه في تاريخ حياته، وشهدناه في يوم وفاته، وفي تشييعه، وفي يوم كسار الفاتحة. كل التيارات والتلاوين والأصناف. فحينما عبرت أنه شخصية استثنائية، لأن قل نظيرها أن تجمع هذه الأبوية كل التيارات والتلاوين والاتجاهات، فكم هي خسارة، كم هي خسارة لا تعوض. إذا مات العالم ثلم من الدين لا تجبر أو لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. هاي معانيها هذه الشخصيات. تبقى بصماتها إلى أن يأذن الله، لأنها عطاها أكبر من زمن وأكبر من قرن، لأن عطاءها لله وللناس وللإنسانية. مواقفه الدينية، النقطة الخامسة، مواقفه الدينية والسياسية، محطات. اخترت محطات يمكن أشار البعض إليها من قريب أو من بعيد. لن أتحدث عن أنشطته الدينية كصلاة الجماعة وتأسيس الحوزة ومشاريع التعليم الديني وحملات الحج والعمرة والزيارة التي ذكرها العلماء والخطباء الكرام في هذه الأيام. موكب العلماء في ليلة العاشر المحرم، كم يحرص سماحة السيد على حضور هذا الموكب، وأنتم لاحظتم في آخر حياته كان يحضر وهو على كرسي متحرك. عشقه للحسين، حبه للحسين، ودعم هذه الشعيرة المقدسة لأبي عبد الله الحسين هو الذي أخرجه من بيته. قانون الأحوال الشخصية، وأنتم تعلمون ماذا حدث، ولا زال صراع محتدم والتجاذبات بين السلطة وبعض الجهات على إقرار هذا القانون كيفما كان. سماحة السيد كان من المتصدين في الركب الأول والمتقدم في مسيرة، تذكرون، خرجت ضد قانون الأحوال الشخصية. لبيك يا إسلام كما تفضل السيد. وكان من الذين وقعوا البيان تلو البيان في رفض هذا القانون بدون أي ضمانات دستورية. مشروع خلية البندر
وللسيد موقف، وكان من الذين التقوا بملك البلاد في تلك الفترة وتحدثوا وتكلموا ووقفوا وأوصلوا كلمة الناس. هذا المشروع التجزئي التفتيتي الخطير كان للسيد شرف السبق لمواجهته مع كبار العلماء، ولم يقتصر على بيانات، لا، لقاءات واجتماعات ومواقف ومسيرات، وهو في هذا العمر. انفراج الأزمة وما قبلها حتى في حراك التسعينيات، أنا يمكن ما أذكر هذا التاريخ بالضبط، إن السيد كان صريحا في مواقفه في دعم انتفاضة الكرامة في التسعينيات، ما أتذكر، يمكن يذكروني الأخوة، لكن على الأقل لم نسمع منه كلمة واحدة أو موقف هو ضد مطالب الناس. حتى صمته سكوته لو كان على هذا التقدير كان موقفا مؤيدا للناس وحقوقهم. أحسن، رحم الله والديك، أحد الأخوة يذكر يقول أصدر بيان في التسعينيات، رحمة الله عليهم. ونتذكر جيدا في انفراج الأزمة في 2001-2002 إطلاق المساجين وإرجاع المبعدين وإرجاع المفصولين وصارت حركة الميثاق وغيرها، وكان السيد واضح المواقف، وكذلك أتذكر بيانه. النقطة الأخيرة، طولت عليكم سامحونا، حراك 14 فبراير 2011، وهذا اللي هو أعطى يعني في هذه المحطة من الموقف الواضح والصريح انحيازه التام لمطالب هذا الشعب المشروعة، حيث لم يبخل بجهده وسعيه في اجتماعات، في بيانات، في مسيرات، في وقفات، في صلوات على الشهداء، في فواتح الشهداء، فضلا ما تمده يده الكريمة للثكلى والأسرى والجرحى والمضطهدين والملاحقين. فهو لم يتأخر ولم يوفر جهد إلا بذل في سبيل هذا الحراك. هذه محطات سريعة، وكما تفضل من قبلي أنه لا توفي في حق شخصية عاشت عمرا مديدا تجاوزت 9 عقود من العطاء في مختلف المسارات السياسية والاجتماعية والأخلاقية والتربوية والدعوية والإنسانية، هي فعلا خسارة كبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويعوضنا خير تعويض لجبر هذه الخسارة الكبرى. هذا النوع من الشخصيات أيها الأخوة، نحن لا نبالغ في هذا التشخيص، هذا النوع من الشخصيات عادة تكون استثنائية ونادرة بهذا الطهر، بهذه النقاوة، بهذا الصفاء، بهذه القداسة. فلنقرأ تاريخنا جيدا في إيران، في العراق، في كل الأمصار، في الحاضنات الشيعية،
كم عندنا من أصناف المقدس بهجة والمقدس الأردبيلي وغيرهم؟ عادة قليل. نحن في البحرين حينما نفقد شخصية بهذا الحجم بهذا الوزن كيف تعوض؟ إلا أن يمن الله علينا في ظهوركم وفي أعقابكم وفي ذرياتكم إن شاء الله ما يعوضنا الله سبحانه وتعالى، وفي الجيل الحاضر والمستقبل إن شاء الله أن يمن علينا بشخصيات من هذا الطراز الرباني والإلهي عليه رحمات الله ومغفرته ورضوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يهدأ صاحب الجسد الناحل والنظرة الحانية والوجه الوضاء والثغر الباسم إلا بعد أن أنهك المرض قواه. نبقى الآن مع كلمة أخرى لسماحة الشيخ محمد جواد الشهابي حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسمه وكفى، وصلى الله على محمد وآله الشرفاء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، يعز علي أن أقف هذا الموقف، يعز علي أن أقف في تأبين هذا الوالد العزيز، ولكن أمر الله. طبعا بالنسبة لهذا الرجل لا أدري في أي زاوية أتحدث عن شخصيته، وكان هو كما تعلمون أيها الأحبة مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حيث أنه جسد الإيمان الحقيقي وثبت على المبدأ الحق واقتفى أثر جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما كان النبي صلى الله عليه وآله جسد حقيقة الثبات على المبدأ السامي، حتى قال تلك الكلمة المدوية: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ما أمرت به لما فعلت. وكان مقتفيا لأثر
لمواقف وسيرة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي قال عندما عرضت عليه الخلافة مشروطة بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال لا، بل على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأي لي. وكان على خط جده الإمام الحسين الذي قال تلك الكلمة المعبرة في يوم كربلاء: إني لا أرى الموت، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. العم العزيز اقتفى سيرة أجداده وسار على خطهم، فلم تتغير مواقفه، بل ثبت على مبدأه لا عن طريق الإغراء ولا عن طريق التهديد، كان ثابتا على مبدأه. وقد سمعتم كيف أعلن تلك الكلمة ودوى بها في مأتم مدن، لما أن كان هو مؤسس للموكب العلمائي، وجاء المنع بأن لا يخرج ذلك الموكب، ماذا أجاب وبماذا عبر؟ بأن قام في وسط العزاء، في وسط المأتم، واستلم مكبر الصوت وبين الأمر وهتف بقول جده: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا براما. وبعد ذلك بادر من بادر من الشخصيات، وجاء له بإذنه وقال له: قد ارتفع المنع القانوني، اخرجوا. قال: لقد ارتفع المنع القانوني وجاء المنع الرباني. هذا موقف من مواقفه. على كل حال، الأخ الكريم طلب مني أن أتحدث تحت عنوان محدد، وهو عنوان تأسيس حوزة الإمام الباقر. وإن كان الوقت يبدو لي ضاق، ولكن أقتصر وأبين الأهداف، أو أتحدث عن شيء من أهدافه رحمه الله حول تأسيس هذه الحوزة، وذلك لأنه من وحي الإيمان بالمسؤولية الإلهية الكبرى، وانطلاقا من الحس الرسالي الصادق، وتجاوبا مع نداء الحق الصادق في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تبلور التفكير الجدي في البحث عن الصيغ المثلى لنشر الكلمة الطيبة وإشاعة النور والفضيلة لتبديد الفساد المتزايد والظلمة الحالكة، من أجل تأسيس وإنشاء حوزة الإمام الباقر عليه السلام للعلوم والمعارف الإسلامية. ولقد احتضن رحمه الله هذه الحوزة
احتضن فكرة الحوزة منذ نشأتها الأولى ورعاها بكل صدق وإخلاص، فغذاها من روحه ومشاعره وأفاض عليها من الأهداف الرسالية الكبرى التي أنشأت انطلاقا منها. ويمكن أن أوجز الأهداف الذي كان يتطلع إليها من حيث الإنشاء اللي كان يتطلع رحمة الله عليه إليها في التالي. أولا كان عنده هدف نشر وتعميق الفكر والثقافة الإسلامية وإنضاج الوعي الإسلامي في المجتمع عبر الوسائل التالية: 1. إعداد مبلغين إسلاميين على المستوى العام. 2. إعداد مدرسين من أجل رفع حاجة المراكز التعليمية في قرى ومدن المملكة. 3. تهيئة الأفراد وأعدادها ديني وإعدادها دينيا. 4. إعداد مبلغين على مستوى ثقافي يسد حاجة المناطق المختلفة. 5. كان عنده هدف دائما يصر عليه، وهو إعداد باحثين وإعداد محققين في العلوم الإسلامية. 5. إعداد مجموعة يقوم بعملية الخطابة والتبليغ والتأليف. 6. تلبية حاجة المراكز التعليمية في القرى بما يحتاجون إليه. هذا بالنسبة إلى الهدف الأول عبر هذه الوسائل. الهدف الثاني كان يؤكد عليه دائما نشر الفضيلة الأخلاقي، نشر الفضيلة والأخلاقية والتسامي الاجتماعي ومحاربة الفساد الأخلاقي والرذيلة الاجتماعية بأي أسلوب من الأساليب التي تؤدي هذا الغرض. فكان من جملتها تنبيه المجتمع للظواهر الانحرافية والأخلاقية وتسليط الأضواء عليها. أيضا ثانيا تعبئة الشباب بالحصانة الإيمانية والوعي الأصيل الذي يحصنهم ضد التيارات الهذامة. وثالثا تشجيع العلماء والخطباء على المساهمة الفعالة والمؤثرة في الدعوة والتبليغ الإسلامي. الهدف الثالث كان دعم مشاريع الوحدة والتلاحم الاجتماعي بين الفئات المؤمنة وتعميق التنسيق والتعاون العملي لأجل صد الأخطار الثقافية والأخلاقية الهذامة. رابعا تنشيط الحركة الثقافية في المجتمع وتنمية روح البحث والاطلاع العلمي والثقافي. وكان يصر على هذه الأهداف، ويقول أنه عندما أراد أن يؤسس هذه الحوزة يريد أن يحقق هذه الأهداف وغيرها. فجاء عام 1990 ميلادية فأسست الحوزة الرجالية، وهذا لا يعني أنها نشأت في هذا التاريخ فقط. هو كان منذ عودته كان يدرس في منزله ويبلغ ويؤدي الدور، ولكن بعد أن كثر عدد الطلبة واستعان ببعض المدرسين أيضا أسس هذه الحوزة، حوزة الإمام الباقر. هذه بالنسبة إلى الحوزة الرجالية، وكانت آنذاك في تلك الفترة تدرس المقدمات والسطوح وحتى البحث الخارج.
ثم نشأت الحوزة النسائية أيضا، حيث أنه يرى أنه لابد من الاهتمام أيضا بتربية النساء على مختلف المستويات الدينية والثقافية والعلمية. وفي أول سنة لهذه الحوزة ضمت ما يقارب من 422 طالبة، 422 طالبة، هذا في أول سنة. حتى قال الأمر أن أخذنا كمبون كامل، وأيضا استعنا بكبائن أيضا، وكان العمل مستمر وهو يدفع في ذلك المجال ويدعو إلى الاستمرار فيه. فكان يصر على الاهتمام أيضا بمشاريع التعليم في القرى، وأن يكون للحوزة دور كبير سواء كان عن طريق تهيئة المناهج، ولهذا صارت عدة ورش لإعداد المناهج، حيث قدم الدكتور سالم النويدري مجموعة من الورش في هذا الموضوع، وتشكلت مجموعة كبيرة أيضا من المثقفين والمؤمنين والعاملين لهذا الغرض، إعداد المناهج التعليمية في قرى ومدن البحرين. أيضا كان يصر على أن يكون هؤلاء الشباب يعدون إعدادا روحيا وثقافيا وعلميا. فجاء المعهد الليلي الذي ضم ما يقارب من 200 في السنة الأولى 213 طالب من الجامعيين ومن حملة شهادة الثانوية. أيضا أخذ يهتم، يعني لا يريد من الحوزة أن تقتصر فقط على تلقي العلوم على من يحضر داخل الحوزة، داخل المبنى، داخل هذا المسجد، وإنما كان عنده هدف أوسع، أن ينزل إلى المؤسسات الاجتماعية، إلى المؤسسات الدينية، وأن تثقف ويهتم بها ثقافيا وعلميا. فتلاحظ أنه أقيمت دورات، تلاحظوا أنها أقيمت دورات في فقه الحسينيات ما يقارب من 17 دورة لمختلف حسينيات الإداريين في حسينيات البحرين. أيضا بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية 22 دورة أقيمت لهم أيضا، وغير ذلك من الأمور. أيضا من جملة الأشياء اللي كان يهتم بها قضية في هذا المجال، مجال الحوزة، قضية طباعة وتحقيق الكتب الدينية. لو لاحظنا ما يقوله المحقق الشيخ باقر شريف القرشي رحمة الله عليه، يقول أن معظم الكتب، أو قال كلها لا أتذكر حاليا، أنها طبعا قام بطبعها هو العم رحمة الله عليه. أيضا تصديه لطباعة كلمة التقوى للشيخ محمد أمين زين الدين. أيضا بالنسبة إلى تحقيق، أو على الأقل طباعة وإعادة طباعة كتاب سداد العباد وما إلى ذلك. فكان له، يعني كان الهدف عنده من الحوزة أن لا تكون فقط تلقي، وإنما توصل الناس إلى مجال يعتصل إلى الناس حتى في بيوتهم. ويكرر دائما، ولهذا حتى بالنسبة إلى الخطباء كان يقول لو يتحدث الخطيب ولو بمسألة واحدة في كل مجلس، ختام المجلس يتحدث بمسألة واحدة على الأقل. وأيضا يريد من أنه يهيئ هذا الشاب ثقافيا وعلميا، ويدعو إلى ذلك باستمرار، وكان مهتما بهذا الجانب اهتماما بالغا. وأكتفي بهذا المقدار، والمواقف في هذا المجال كثيرة، ولكن أقتصر على هذا المعنى، وأقول قولي هذا، وغفر الله لي ولكم، وإلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.
أيها الأخوة والأخوات، نبقى الآن مع فيلم قصير ثم مع كلمة الختام إلى الأستاذ خليل مرزوق إن شاء الله. نبقى الآن مع الفيلم القصير. عمره 3-4 أشهر، مرت سوى خيرة، والد
تعتمد على سواء خيرا لا خيرا لا توكل على الله. رحنا مع هذا السيد جواد عدنان وائل. هم يا سيد شوف الشيخ خليك عنده. كان أنا تحببت إياه لكن الله يخليه إن شاء الله يروح يرجع لنا فقيها قائدا. فكان ما تمنى وكان ما تفرس فرجع لنا فقيها قائدا تحت بركة وجود سماحة السيد جواد الولاي حفظه الله. أثناء الانتفاضة الكرامة في التسعينات نعيش أمور عديدة وكنا على ليلة من الأمر لأن هناك مظلة أبوية ويدا حانية وقلبا حنونا متمثل في سماحة الشيخ الجمري ومتمثل في سماحة السيد جواد الوداعي ومتمثل في سماحة السيد علي البريكي رحمه الله الماضين وحفظ لنا الباقين بصحة وعافية. أخجلتمونا سيدي بالتواجد بين أعدائكم كما يعز علينا فراق فقيدنا الغالي فإنه من العزيز علينا أن لا يكون سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان متواجدا في عزائه، نسأل الله له الفرج. نبقى الآن مع آخر فقراتنا وكلمة للمساعد السياسي للأمين العام الأستاذ خليل المرزوق، حفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صعب جدا أن تنطلق الكلمات ولكن ممكن أن لغة الجسد بطأطأة الرأس وإطراق العين وذرف الدموع أن تكون أبلغ رسالة لتأبين الأبوة ولتأبين العطف ولتأبين البركة. ولتأبين البركة التي افتقدناها برحيل الوالد، فالأجساد وإن رحلت وتؤبن
إلا أنما يؤبن ويفتقد، وهذه العين التي إذا نظرت إليك بهذا العطف وهذه الابتسامة والبشاشة، أنت هنا لا تستطيع إلا أن تقابلها بكل دافع من القلب ينطلق بجاذبية مع هذه الهيبة، هيبة العالم ليست قليلة، وكثير من الناس يتهيب أن يقف أو حتى أن يذهب للسلام على هذه الشخصيات العظيمة، ولكن هذا العطف، هذه النظرة، هذه الابتسامة تجذبك، تجعلك تندفع وتكسر هذه الهيبة فتندفع إلى هذا الحنان، هذه الأبوة. يمكن أن يقول أن الإنسان، أن هذه القرابة، الدم، النسب، هو ما يجعل هذه العلاقة بين السيد وبين أبنائه أو أقربائه، لكن لا أجد أن السيد يميز بهذا المقدار من العطف ومن الحنان ومن الأبوة بين أبنائه وبين عامة الشباب. فمن تجربة خاصة أشعر أنه هذا العطف يذهب إلى كل شاب، وخصوصا من يرى فيهم السيد لمسات الإيمان. شباب أهل رأس رمان يشعرون بهذا الجانب حتى وإن لم يكونوا أبناء بقرابة، قرابة الدم إلى السيد. لا أريد أن أتحدث عن مواقف شخصية، لأن هذه المواقف الشخصية قد تكون محاولة لإيجاد رفعة إلى مقام شخصي، لأن السيد لا يحتاج أن نتحدث نحن كأفراد عن مواقف شخصية له لنزيده مكانة أو محبة في قلوب الناس. ونعتقد أن هذه الجموع التي حضرت أو حضرت إلى تشييعه وإلى الفاتحة واستمرت وستستمر في ذلك هي كافية للتعبير عن مقام ومكانة هذا السيد. المكانة العلمية لا يختلف عليها اثنين، لكن المكانة العلمية، كنت أريد أقول أن لا يمكن أن نؤبن العلم، أن العلم باقي وعلم السيد باقي وحوزته باقية وممتدة، ولكن هذه الأبوة والمكانة الاجتماعية، المكانة الأبوية التي صنعها بأبوته، هنا الألم عندما نفتقد هذه الأبوة. فلذلك أحبتي أوصي نفسي وأوصيكم وخصوصا الشباب، المظلة يجب أن لا نتذكرها بعد الرحيل، هذه المظلة الأبوية يجب أن نعيشها في واقعنا العملي، وليس مكانها مكان التأبين. وإذا فقدنا هذه المظلة وهذه الروح وهذا العطف، نؤبن، نحضر جنازة، لدينا نعمة كبيرة، هؤلاء الآباء، فقدنا أحد أعمدة هؤلاء الآباء، لكن لدينا مجموعة من الآباء حفظهم الله وخلق لنا أبوة اجتماعية من أمثالهم. هذه الأبوة التي تدفع عنا في محطات كثيرة، ذكر الإخوة في التسعينات، في 2011، ما بعد 2011، جزء من قوتنا كانت هذه المظلة، كنا نستهدف في كل شيء، ولا زال الاستهداف يكرس. أبقى المظلة الأساسية هم هؤلاء الآباء، فعلينا أن نتمسك بهذه المظلة. إذا كنا لا نريد أن نحصي كل التاريخ، فقط البيان
البيان الحاسم الذي يزيل كل الهجمة التي أرادوها أن تعصف بمطالبنا المشروعة. بيان واضح جامع مانع يزيل كل من يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويشوه هذا الحراك المطلبي بأنه طائفي وأنه يريد دولة مذهبية وأن هناك مطالب لا يمكن أن يتفق عليها وما شابه. بيان مفصلي. فمثل هذه المواقف لا يكون لها قيمة إذا لم يكن لها احتضان. هم حاضنة إلى هؤلاء المواطنين في حقوقهم، في مواقعهم، في مواقفهم، يقدمون التضحيات، يقدمون المظلة، ولكن إذا كان هناك مظلة وفي مطر أو شمس وأنت قررت أن تذهب إلى خارج إطار هذه المظلة، ما قيمة المظلة؟ المظلة يستفاد منها إذا الإنسان جلس في مدى هذه المظلة. إذا ابتعد عن هذه المظلة لا قيمة للمظلة، لا قيمة لمظلة لا يستظل بها. علينا أن نختار أن نضيع هذه القيمة ونتحسف عليها أو أننا نستفيد منها. المواقف صعبة، تحديات، حراك في صعوبة، مواجهة الحراك من السلطات، من أكثر من سلطات في صعوبة، ولكن في فترات التفاوض، الآن لا يوجد تفاوض ولا حوار، لكن في فترات التفاوض هناك صعوبة أكثر. يقولون في كل التجارب، في الحرب صعوبة ومآسي، ولكن في التفاوض السياسي هناك أيضا صعوبات أكثر من صعوبات الحرب. علينا أن نختار بين هذه المظلات التي تحمينا أو أننا نبتعد ونتشتت ونخترع مبادرات، مراجعات، أسماء. رحم الله القلب الذي دخل كل قلب وبرحيله أفجع كل قلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورحم الله من يقرأ دروحه الفاتحة. والحمد لله رب العالمين. نصل وإياكم أيها الأخوة والأخوات إلى نهاية هذا البرنامج، ونسأل الله لفقيدنا المغفرة وأن يحشره الله مع محمد وآل محمد في جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة مع الصلوات.